لكل شيء درجات ولكل شيء منازل، بتختلف باختلاف البيئة المحيطة بيه، ولكل شيء مسمى واضح بيميزه وسط غيره. بس ممكن يكون الشيء الواحد بس ده أكتر من اسم، بيختلفوا من مكان لمكان. أهلا بيكم معايا على المصطبة، أنا أحمد حسام وحلقتنا بعنوان سحر الفودو. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير، ولو أول مرة تشرفنا دوس اشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول. ويلا بينا. كلمة فودو هي كلمة فرنسية بتشير لمذهب ديني توفيقي متأصل في غرب أفريقيا، وبيتم ممارسته في أجزاء من منطقة الكاريبي خاصة في هيتي وأجزاء من جنوب الولايات المتحدة. وفقا لأتباع الفودو، فإن قوة الاعتقاد بالديانة دي أو بالسحر ده بيمكن أتباعه من غرز دبابيس وإبر في دمى بتمثل أعدائهم، وبعدين بيحرقوا الدمى دي، وبكده الأعداء دول تصيبهم لعنة مميتة أو يحولوهم لزومبي أو يمنعوهم من الاقتراب لأزواجهم أو الخلفة أو التسبب في العقم، أيا ما كان اسمها عندك. سمعك بتقول إن ده مستحيل يكون في شيء بالقوة دي، أو القوة والجبروت ده استحالة يكون من مجرد سحر. أقولك ما هو فعلا مش مجرد سحر، لأن الفودو هو أخطر أنواع السحر الأسود اللي اعتماده الكامل على الجن والشياطين اللي بيتفننوا في إثارة الرعب لزعزعة الإيمان. الفودو من أشهر الديانات المتعلقة بالسحر الأسود، ونشأته اختلف عليها المؤرخين. منهم قال انه كان موجود في افريقيا منذ نشأتها، وغيرهم بيقولوا انه ظهر في افريقيا من 10,000 سنة. بس الرأي الثالث وأقربهم للصح واللي فيه ادلة كتير بتؤيده، انه من اسباب خروج الديانة دي هو الاحتلال الاوروبي لافريقيا وانتشار تجارة العبيد، وعلشان يفرق الاوروبيين المجتمعات الافريقية ويعملهم كافراد ويبقوا اضعف ويسمعوا الكلام ويسهل السيطرة عليهم، قام الأوروبيين بتمزيق كافة المعتقدات الدينية للأفارقة. فبالطبيعة خاف الأفارقة على دينهم، وتجمعوا كلهم بمختلف معتقداتهم وديانتهم، وحاولوا انهم يطوروا دين واحد بس يقويهم قدام الأوروبيين. فاستخلصوا الديانة دي من كلمة فودون بمعنى الروح، وانتشرت الديانة دي في الكاريبي علشان تشمل كل دول أفريقيا بعد كده. ومع انتقال العبيد المؤمنين بالفودو لأمريكا، انتشر الفودو في الأمريكتين واستقر في هيدي، وهناك تسمى بالسحر الأسود. أيوة، يعني السحر الأسود اللي احنا عارفينه هو أصلا الفودو، القادر على الإيذاء والقتل، واللي لما استقر في هيتي والكاريبي بدأ بالتدريج يختفي من مكان المنشأ وهو أفريقيا. الإله في الفودو هو عبارة عن أرواح الأجداد اللي ماتوا، والأرواح دي قادرة إنها تكافئ الناس أو تعاقبهم كمان. وبالتالي فالديانة بالكامل قايمة على قداسة العلاقة بين الأموات والأحياء، ومصبوبة أكتر على إرضاء الأموات بأي شكل كان، والله بقى بالأذى بالقتل بأي حاجة، المهم ترضي الأجداد أو المتحدثين باسم الأجداد. صورة الإله في الفودو هي عبارة عن أفعوان ضخم، وزي كل الديانات غير السماوية هنلاقي في كهنة مرتبتهم عالية جدا عن الناس، وهم في الأصل مجموعة سحرة، وبيطلق عليهم ألقاب زي الأب والأم. والكهنة دول متحدثين باسم الآلهة، يعني هم اللي يقولوا إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، إيه اللي يستحق العقاب وإيه اللي بيكافئوا بيه، وده طبعا باسم الإله الأعظم وهو بونديو. وظن صورته
مش جديد عليك. وهم طبعا معتقدين ان آلاف الارواح بتجوب الارض لحمايتهم باعتبارهم الشعب المختار والفتك باعدائهم، وبيطلقوا على الارواح دي اسم الوا، واللي بتتقسم للدملة والاجوا والاوجو واللجا. وطبعا مش محتاج اقول رأي الدين الاسلامي في الفودو. رأي الاسلام في الفودو ان هو سحر واستعانة بالشياطين لإلحاق الضرر بالاخرين، وهو شرك اعظم ويعتبر من الموروثات الشركية. وحكم الاسلام فيه قاطع، حكم الاسلام في الفودو او في اي مستخدم سحر مهما كان مسماه هو القصاص بالقتل، وده بيطبق في المملكة العربية السعودية والسودان والصومال وإيران وأفغانستان كمان. أديه الإنسان ده كائن متعجرف وغبي، لا وكمان بجح، علشان يحافظ على موروثات من دماغه بيتفنن بيها فهزية الناس والقتل والسحر. وماله، استمر واحنا معاك. بيقولوا ان الفودو كفر وصاحبه هيتقتل. قديه المسلمين دول عدائيين، احنا بنتسم بالبراءة، ملناش دعوة ده عايز ايه وده عايز ايه، احنا بندي للمستخدم اللي هو عايزه، ملناش دعوة بقى في نواياه الشخصية ايه. ما ينفعش كل هذا ينتسب لينا، العيب كله على مستخدم الفودو، اما احنا فاحنا بنخاف ربنا. ما تنساش اللايك والشير. سلام.